تهديك يا شيخ. وذوي الشهيدة تحية إجلال وإكبار لكافة شهيدات شمال وشرق سوريا اللواتي ضحينا بأرواحهن من أجل أن نعيش بأمان واستقرار. وبالرغم من وقف عمليات الاقتتال في جميع أنحاء العالم إلا أن الطيران التركي بالأمس استهدف قرى من كوباني وراح ضحيتها 3 نساء، مثلما نعلم جيدا بأن المرأة اليوم أصبحت مستهدفة من هذه الدول. واليوم أيضا أيادي خفية كانت وراء اغتيال رفيقتنا من قوى أمن الداخلي، ولكن نحن كنساء نعاهد شهيداتنا بأننا سنستمر في طريق النضال. نورين اسم الأب هركل، مكان الولادة بوراس، 1989. حتى